يسر قناة الجانب المشرق الإعلان عن أول فيديو عن خريطة سرية للنجوم من العصور القديمة والمكتشفة مؤخراً وذات الأهمية البالغة. نقدم لكم أركيو أسترونومي. هذه الخريطة التي خبئت بذكاء بين نجوم نصف الكرة الأرضية الجنوبية تسبق أي خريطة نجمية نشرها المستكشفون الهولنديون أو الإنجليز من القرن 16 و17. تخيلوا أن هذه الخريطة كانت بمثابة دليل ملاحي للبعثات البحرية للإمبراطورية الإسبانية في أوائل القرن 16 أسفل خط الاستواء، كما احتوت على المواقع الجغرافية للموارد الطبيعية في العالم الجديد. إذا كان هناك أي شيء سري في ذلك الوقت، فقد صنفت خريطة النجوم هذه على أنها كذلك. استخدمت السفن المبحرة فوق خط الاستواء نجم الشمال كدليل على الاتجاه، ويوجد نجم الشمال المسمى بالنجم القطبي فوق القطب الشمالي مباشرة، ولا يزال النجم الوحيد الثابت في السماء حين تدور الأرض أثناء الليل. تظهر صور التأخير الزمني المرتكزة على نجم الشمال مسارات للنجوم أبدية الظهور، بينما يظل النجم في نفس المكان تقريبا. فوق خط الاستواء يعتبر نجم الشمال علامة مؤكدة على اتجاه الشمال. الارتفاع أو الطول الذي ترى النجم عليه فوق مستوى الماء يخبرك بخط العرض المتواجد عليه فوق خط الاستواء، لكن تحت خط استواء الأرض لا يكون نجم الشمال مرئيا ولا يوجد نجم جنوبي. مع اقتراب رحلة السفن التي تحمل علم إسبانيا من خط الاستواء استمر نجم الشمال في الانخفاض إلى الأسفل خلف مؤخرة السفن. أصبح واضحا للبحارة الإسبان والبرتغاليين على متن السفينة أن نجم الشمال سينزل تحت الأمواج ولن يكون مرئيا بعد الآن لتوجيههم. قلق البحارة لأنهم يبحرون في مياه مجهولة بدون دليل على اتجاههم. عندما ابتكروا أول كوكبة من خريطة النجوم السرية لنصف الكرة الجنوبية، كروكس صليب النجوم، ظهرت كوكبة مشرقة أمام مقدمة سفنهم، مما أعطى البحارة الثقة في أن لديهم دليل ملاحي لرحلتهم جنوبا. صورت كوكبة كروكس على أعلام العديد من البلدان شبه الاستوائية في نصف الكرة الجنوبية، ومنها نيوزيلندا وأستراليا وساموا وبابوا غينيا الجديدة، وكلها في جنوب المحيط الهادئ، وكذلك البرازيل في جنوب المحيط الأطلسي. هذه المواقع الجغرافية المختلفة إلى حد كبير ضرورية لكشف التناقضات بين الكوكبات الحديثة وخريطة النجوم السرية كما سنرى قريبا. الكوكبة الثانية التي ابتكرها البحارة على خريطة النجوم السرية الخاصة بهم ضرورية مثل كروكس، لكنها أصغر بكثير وأكثر خفوتا، بل وصغيرة في الواقع. كانت كوكبة موسكا، أي الذبابة، المكونة من عدد قليل من النجوم الخافتة، اكتشافا مرحبا به للبحارة، على الأقل مرحبا به مثل رؤية صليب الجنوب. يحتوي نصف الكرة السماوية الجنوبية على عدد من النجوم أكثر بكثير من نصف الكرة الشمالية. السماء الجنوبية مليئة بالنجوم حرفيا، ذلك لأن شمسنا فوق منتصف قرص مجرة درب التبانة إلى حد ما. عندما ينظر الناس على الأرض فوق خط الاستواء إلى الأعلى فإننا ننظر خارج مجرة درب التبانة. ينظر الناس في نصف الكرة الجنوبي إلى أسفل قرص المجرة ويرون المزيد من النجوم والسدم والسدم الكوكبية والمجرات المرافقة لمجرة درب التبانة وسحابتا ماجلان الكبيرة والصغيرة. ولهذا السبب يحتوي نصف الكرة الجنوبي على العديد من أحدث وأكبر وأقوى التلسكوبات والمراصد، فهناك الكثير مما يمكن رؤيته من الأسفل. لماذا إذن من بين العديد من النجوم الهائلة في السماء الجنوبية تعتبر الكوكبة الصغيرة الخافتة موسكا مهمة جدا؟ لماذا يضعها البحارة على خريطة النجوم السرية أسفل صليب الجنوب مباشرة؟ لأنه على متن سفينة، إذا عضتك ذبابة فهذه أخبار جيدة. يمكن أن تعني الذبابة شيئا واحدا فقط، اليابسة قريبة. وبعد الإبحار من إسبانيا، اليابسة موضع ترحيب كبير. الكوكبة التالية الموجودة على خريطة النجوم السرية على يسار السفينة، بالتوجه جنوبا سيكون الجانب الأيسر مشيرا إلى الشرق نحو مجموعة الجزر قبالة سواحل البرازيل. الكوكبة الثالثة هي كوكبة صغيرة أخرى معتمة، الحرباء. كوكبة الحرباء تمثل رمزا سريا للبعثات ليتبعوها، إنها تعني لا تذهب إلى هناك. حسناً حسناً، اذهب إلى هناك إذا كنت تريد تناول الحرباء على العشاء، ليس هناك الكثير من الأشياء الأخرى هناك.
لا توجد موارد طبيعية. إن كوكبة الحرباء هي علامة ممنوع الذهاب. لا تنخدع بهذه الجزر، هي في الغالب قاحلة. توجه إلى الميمنة، هذا هو مكان البر الرئيسي. علامة ممنوع الذهاب الأخرى موجودة شرق كوكبة الحرباء، تدعى فولانز، أي السمكة الطائرة، ولا تشير إلى شيء يؤكل. حافظ على اتجاهك إلى الجنوب الغربي. الآن بينما نتجه إلى الساحل، يمكننا البدء في وضع خريطة النجوم السرية على خريطة أمريكا الجنوبية. عندما نفعل ذلك، نجد على الفور شذوذاً كوكبة أبوس، أي طائر الفردوس. أبوس لا تناسب شكل أمريكا الجنوبية. طيور الفردوس موطنها الأصلي جزر جنوب المحيط الهادئ وليس أمريكا الجنوبية. سنرى بينما نواصل رحلتنا حول أمريكا الجنوبية باتباع خريطة النجوم التي طورها البحارة الإسبان والبرتغاليون أن العديد من الطيور صورت في مواقع مختلفة. لذلك تقع كوكبة أبوس في البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية على شكل طائر جميل بشكل واضح، ولكن ليس طائر الفردوس. ربما رأى البحارة طائر كوتونجية مخطط، أو ربما ستريزمان بريستل فرونت، أو أي من أنواع الببغاوات ذات الألوان الزاهية، بل وعلى الأرجح رأوا كويتز الأبيض الرأس كالذي يعيش في فنزويلا وغيانا. على أي حال، تشير أبوس إلى طائر يستوطن الغابة، وهو مورد طبيعي ثمين لتستغله الإمبراطورية الإسبانية. خلال الإبحار بين كوكبة الحرباء وأبوس، اقتربت السفن الإسبانية كثيراً من سواحل اليابسة الشاسعة لأمريكا الجنوبية. عند مرورهم من مصب نهر الأمازون الذي لم يكن مسمّاً آنذاك، حدد البحارة الموقع بكوكبة هيدروس، أي ثعبان الماء، رمز واضح للموجود بمنطقة الأمازون. منطقة كيب برانكو أو كابو برانكو بالبرتغالية تحدد أقصى نقطة يابسة شرقاً على قارة أمريكا الجنوبية. هناك وجبة لذيذة في السماء والبحر قبالة شواطئها، دورادو، سمكة أبو سيف، وهي عنصر باهظ الثمن لا يزال على قوائم المطاعم البرتغالية الراقية. ولأنها من الموارد البحرية القيمة، من المؤكد أن دورادو تتفوق على الحرباء والأسماك الطائرة على العشاء وطعام السفن من اللحم المملح. الطوقان هو الطائر التالي على خريطة النجوم، حيث تبحر السفينة أسفل الساحل فيما يسمى الآن بتيار المحيط البرازيلي. يشير وجود طائر الطوقان في هذا الموقع مقارنة بالأرجنتين إلى وجود موارد طبيعية من المكسرات والفواكه. أما الكوكبة التالية هي كوكبة الفينيق. طائر الفينيق طائر خالد من الأساطير الكلاسيكية. إنه يرتفع من ألسنة اللهب التي تبتلعه كاملاً ويولد من جديد. أبحر بحارتنا في هذه المرحلة إلى الجنوب أكثر مما ذهب إليه أي أوروبي. كانت وجهتهم جزر التوابل بالقرب من الهند، وابتعدوا جداً عن المسار الصحيح، وأصبحت المناظر الطبيعية حولهم على الشاطئ مخيفة. تييرا ديل فويغو، أي أرض النار ذات البراكين النشطة التي تقذف الحمم البركانية المنصهرة، وأمامهم أضاء الشفق في سماء الليل بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، بستائر متموجة من الأحمر والأخضر والأزرق. انقلب التيار ضدهم وأصبح بارداً، وكافحت السفن للإبحار في مضيق ماجلان، المدخل إلى المحيط الهادئ. تمثل كوكبة الفينيق دخولهم الناجح إلى المحيط الهادئ، والانعطاف الذي طال انتظاره شمالاً. تحرروا من أرض النار وشعروا بالولادة من جديد لأنهم تمكنوا أخيراً من الاتجاه شمالاً. هذا هو المكان الذي تشير فيه جميع خرائط النجوم المنشورة منذ عام 1603 إلى وجود جروس. كوكبة الكركي، لكنها لا تمثل طيور الكركي، فهي لا تعيش في أمريكا الجنوبية. حان الوقت لتوضيح لغز الكوكبات المختلطة. أبوس ليس الطائر الفردوس، الكركي ليس الطائر كركي، وسنرى أن بافو ليس طاووسا. جميع الكوكبات المختلطة هي نتاج مخطط نجمي نشره رسام الخرائط الهولندي بيتروس بلانسيوس، الذي عاش بين 1552 و1622 استناداً إلى الملاحظات السماوية التي قام بها بيتر كيسر على جزيرة مدغشقر. اكتشفت مدغشقر بواسطة بعثة برتغالية مكونة من 13 سفينة في عام 1500، وكثيراً ما زارتها السفن الشراعية البرتغالية في القرون اللاحقة. يبدو أن بيتر كيسر ربما عرف بحاراً برتغالياً أخبره عن كوكبات نصف الكرة الجنوبية التي طورها البحارة الإسبان والبرتغاليون على متن الرحلات الاستكشافية الإسبانية حول أمريكا الجنوبية، أي خريطة النجوم السرية. على الرغم من عدم وجود دليل يدعم هذا الادعاء، إلا أنه يفسر الاختلاط في هوية الكوكبات.
إنها حقا طيور أمريكا الجنوبية، كما هو الحال في مخطط النجوم السري، وليست طيور جزر الهند الشرقية، كما هو الحال في جميع مخططات النجوم الرسمية الحديثة. جروس لا تمثل طائر كوركي، إنه فلامينغو. تعيش طيور الفلامينغو في تشيلي. رأى البحارة الذين أبحروا لأعلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية طيور الفلامينغو. هذه الكوكبة نفسها التي تسمى جروس اليوم كانت تسمى فينيكوبتروس في أوائل القرن 17. فينيكوبتروس هي الكلمة اللاتينية لطيور الفلامينغو. جروس تمثل طائر الفلامينغو. حدثت تسمية خاطئة مماثلة مع كوكبة بافو، أي الطاووس، على مخططات النجوم الحديثة. كلمة بافو هي كلمة لاتينية تعني الطاووس. لا تعيش طيور الطاووس في أمريكا الجنوبية أيضاً. نعم، الطاووس يعيش في الأصل في جنوب المحيط الهادئ، ومع ذلك فإن كلمة بافو في الإسبانية تعني ديك رومي. ونعم، تعيش الديوك الرومية في إسبانيا، ولكن وهنا النقطة الفاصلة، ديك رومي في اللغة البرتغالية تعني بيرو. الطائر البارز في دولة بيرو هو الكندور، أكبر طائر يطير في العالم. كوكبة بافو تمثل الكندور، وهو يشبه الديك الرومي أكثر من كونه طاووساً. وجود الكندور يعني وجود لحم طرائد على الشاطئ. نحن الآن عند خط الاستواء مرة أخرى، بعد أن أبحرنا أعلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، وهناك كوكبة إندوس، أي النهر إلى الهند. يتجه التيار الاستوائي الجنوبي عبر المحيط الهادئ في ذلك الموقع. كانت تلك خريطة نجوم البحارة السرية بالكامل. صحيح، تأكد من تخزين الليمون الحامض في ليما بيرو. إنها رحلة طويلة عبر المحيط الهادئ، يجب أن يحصل البحارة على فيتامين سي ليبقوا بصحة جيدة.